روسيا ضد بريطانيا الحرب في سوريا. بقالنا فترة العالم كله بيتكلم على احتمالات حرب عالمية ثالثة، لأن روسيا في مواجهة أمريكا والناتو على أرض عربية، وكل الخطر وكل الخوف أن يكون اندلاع حرب عالمية ثالثة من هذا المكان. بريطانيا وروسيا العداء بقى متصاعد وواضح جدا في الأشهر الأخيرة. نقف في محطتين. محطة يونيو 2015، في شهر يونيو 2015 الإنجليز طلعوا وقالوا بشكل مفاجئ جدا إن هم هيستضيفوا صواريخ نووية أمريكية على أراضيهم. ده تهديد لروسيا إن بدل الصواريخ النووية تطلع من أمريكا بعيد وتعدي بقى المحيط الهادي والمحيط الأطلنطي، لا، الصواريخ دي هتكون موجودة في لندن في بريطانيا، عشان لو أي حرب نووية تطلع الصواريخ النووية الأمريكية من بريطانيا لروسيا مباشرة مسافة قصيرة. الروس قلقوا جدا واتضايقوا جدا واتكلموا مع الإنجليز في هذا الكلام. يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر. في أكتوبر النقلة الثانية، صحف بريطانية قالت إنه طائرات التورنادو البريطانية اللي موجودة بتحارب هناك في المنطقة، عندنا في المنطقة في سوريا والعراق، إن الطائرات ديت تم تزويدها بصواريخ جو جو. احنا معظم الضرب بتاع الطيارات جو ارض، يعني يضرب من الجو على الارض، انما دي صواريخ جو جو، يعني طياره تضرب طياره. ده استعدادا لاي قتال مع الطائرات الروسيه. وقالت صحف بريطانيا ان التعليمات للطيارين بالظبط كده، طيارين الانجليز، اي طياره روسيه تقرب اضربوها. ده كلام الصحف البريطانيه. تفسيرهم ان الطيارات الروسيه تمشي بسرعه فظيعه اللي هي فوق الصوت، اعلى من سرعه الصوت. ده بيؤدي الى ارباك الطيارين البريطانيين وبيضيق المجال الجوي قدامهم، وده ممكن يؤدي الى سقوط الطائرات البريطانيه. فالتعليمات لاي طيار بريطاني، اذا قربت منك طياره روسيه اضرب الطياره الروسيه. ده الكلام اللي اتنشر في صحف بريطانيا. روسيا ما فوتتش، فكلمت الخارجيه وطلبت تفسير رسمي بالخارجية البريطانية على الكلام ده. يعني ايه لو طيارة روسية قربت هتضربوها؟ الخارجية البريطانية نفت، مفيش حاجة من ديت، احنا لا هنضرب ولا هنعمل. كمان لما نحلل الموضوع اصلا نلاقي انه روسيا بتحارب في سوريا، انما بريطانيا بتحارب في العراق. يعني دول بيحاربوا داعش في سوريا، دول في العراق، فايه اللي جاب دول جنب دول؟ انما وارد جدا في التصعيد إن نيتو ياخد مواقف تصاعدية ضد روسيا. إنما روسيا ما فوتتش، إنما طلبت تفسير لذلك. أكتر من كده، روسيا طلبت من بريطانيا تزودها بمعلومات عن البنية التحتية لتنظيم داعش اللي موجود في سوريا. يعني مش بس إياكوا تقربوا، ولا إنه اشرحوا لنا إيه الكلام ده، إنما كمان يا ريت تدونا معلومات علشان نقدر نضرب داعش اللي موجودة في سوريا. احنا في النهاية على حافة الهاوية، الغلطة بفورة زي ما بيقولوا، يعني غلطة واحدة نلاقي اندلعت حرب عالمية. يعني لو طيارات بريطانية اسقطت طيارات روسية، بنتكلم على حرب بريطانية روسية تكون بداية لحرب عالمية ثالثة. لو الناتو ضيق على الطيران الروسي اكتر من اللازم، او الطيران الروسي اخترق اكتر من مرة تركيا وتعرض له طيران النيتو والطيران التركي، كل الاحتمالات صعبة في الشرق الأوسط، والعملية بقت معقدة للغاية. وصراع القوى الكبرى والوسطى للأسف بقى على أراضينا. ده بيستلزم إن احنا مرة أخرى نجدد الفكر العربي، ومرة أخرى نجدد دماء الأمة العربية، ومرة أخرى ندرك إن احنا ملناش غير بعضينا. وما لم تلتئم الجراح العربية على بعضها، وما لم تلتئم العواصم العربية والدول العربية، ما لم ننظر كوطن عربي واحد متماسك في مواجهة الجميع، هنكون للأسف في وضع صعب للغاية. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.